بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. الشيخ الحصري أستاذ القرآن الكريم وعموم المقارئ المصرية. هو أضبط من قرأ القرآن من حيث الأحكام. صوت جميل، صوت يخاطب العقل، صوت عذب، صوت مثقف يعي ما يقول. في سنة 1960 ظهرت مصاحف محرفة توزع في البلاد التي ليس بها حفظة، وكنت قبل ذلك بعام عينت شيخا لعموم المقارئ المصرية، ورأت الحكومة في هذا الحين الأفضل هو تسجيل قرآن سليم صحيح بطريقة يفتح إليها الجميع وتكون كنموذج لحسن أداء القراءة. وفعلا عرضوا على قراء مصر وقالوا قدموا عروض، كل واحد يقدم عرضه ويقول هاخد كام في طباعة المصحف وتسجيله كاملا، ويحط العرض بتاعه في مظروف مغلق ويديه للجنة، واللجنة تشوف العرض المناسب وتقرر مين اللي يسجل. واللجنة فوجئت مفاجأة كبيرة بأن أحد المظاريف كاتب لا أتقاضى أجرا على تكثيل المصحف المرتل. من هو هذا الرجل؟ الله يرحمه ويحسن إليه، الشيخ محمود خليل الحصري. قد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وهو المصحف المرتل برواية حفص، وكان ذلك في سنة 1961. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان أول مصحف وأول جمع صوتي للقرآن الكريم بقراءة حفص عن عاصم بصوت الشيخ الحصري رحمة الله عليه. ولدت في قرية تسمى شبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية. فحفظت القرآن وانتهيت من حفظه تقريبا في سن 10 سنوات. كان دايما لما يزور القرية يتوقف قبل شجرة معينة ويترجل ويركب السيارة بعد مروره على هذه الشجرة. فالمرافقين ليه يمكن في الرحلات دي يقولوا له طب في ايه، يعني تنزلت وترجلت امام هذا المكان؟ فكان يقول لهم هذه الشجرة اللي انا سبحان الله ربنا من علي ان تحتها اتميت حفظ القرآن، فاستحي ان انا امر من قدامها راكب. وحرص على انه يشتري قطعة الارض دي اللي في هذا المكان ويؤسس عليها المعهد الأزهري ابتدائي وإعدادي وثانوي، والمسجد اللي بناه في قريتنا شبرا النملة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله.
المسجد الأحمدي طنطا لأتزود بالعلوم الدينية والشرعية، إلى أن أكرمني الله وتخصصت في تجويد القرآن وحفظ القراءات السبع ثم القراءات العشر. هذا المسجد كان بوتقة لتخريج القراء منذ الصغر، كان بيحرص أنه يبقى قارئ للقرآن الكريم. في سنة 1950 بالتحديد عينت قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، ثم في سنة 55 نقلت للمسجد الحسيني رضي الله عنه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو أول من سجل المصحف المرتل، ومش مصحف مرتل بقراءة واحدة بس، بقراءة حفص عن عاصم وورش عن نافع وقراءة السوسي عن الدوري وقراءة المصحف المعلم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سجل مصحفا معلما بصوته لم يسبقه أحد فيها أبدا. الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله القارئ العالم كان فعلا ملك منطقة الوسط، الطبقة الباريتون. يعني مثلا ما يقولش كده بسم الله الرحمن الرحيم، ما يقولش بالطبقة دي، ولا يقول بسم الله، ما يقولش فوق كده، هو ماسك منطقة الوسط. وضرب لنا مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ركزوا في مخارج الحروف، كأنه أستاذ بيشرح لطلبة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يفسر القرآن الكريم بصوته كما يفسره المفسرون من خلال مؤلفاتهم المكتوبة. إمكانياته متفردة في الترتيل، أستاذ الترتيل وأستاذ المرتلين. ما كانش بيستمر في التلاوة بمقام واحد، كان يغير، وهذا التغيير يعلم الإنسان كيف يقرأ القرآن وكيف يحفظ القرآن. كان بيقرأ بكل المقامات، ولكن كل قارئ له مقام متأثر به. يعني الشيخ مصطفى إسماعيل كان دايما يميل للعجم والرصد، الشيخ عبد الباسط البياتي والرصد، الشيخ محمود خليل الحوصري كان دايما يميل إلى النهاوند. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من جمال صوته أن السعودية حينما قررت وضع أجهزة صوتية في الحرم المكي أرسلوا طائرة خاصة تأخذ من مصر، الشيخ الحصري، لضبط الأجهزة على خامة صوته. لم يكتفي بأن يكون واصلا إلى الناس ومجودا للقرآن الكريم يستمعون إليه، وإنما كان معلما لهم أيضا من خلال مؤلفاته التي تتعلق بأحكام القرآن الكريم. الشيخ الحصري رحمة الله عليه أجاد
للأجيال القادمة تلاوة القرآن الكريم. الحمد لله زرت القارات الخمس، فكان يسبقني سماع المصحف المرتل، وكان هذا من توفيق الله. كان في أحد الزيارات لأمريكا وقرأ القرآن في الكونجرس الأمريكي، وطلب منه الرئيس كارتر نسخة من القرآن، فسبحان الله أقام أول أذان في برضو في الأمم المتحدة، وأقيمت الصلاة في الأمم المتحدة في وجود الشيخين الشيخ الحصري وفضيلة الإمام دكتور عبد الحليم محمود. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري كان سباقا إلى فعل الخيرات، بنى مسجدين وبنى معهد أزهري ابتدائي وإعدادي وثانوي، وأوصى بثلث التركة لأعمال الخير، فتلامذته ومحبيه أوصونا بأن احنا نوثق هذا الجهد في جمعية، وهم الحياة اللي سموها جمعية الشيخ الحصري للخدمات الدينية والاجتماعية العامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم.